أهلا بكم معنا إلى بانوراما الليلة ونناقش فيها. الثورة السورية تمر في أخطر مراحلها، وتمدد التنظيمات الإرهابية أبرز التحديات. وهل تشكل دعوات دولية للاستعانة بنظام الأسد لمقاتلة داعش مخرجا أخيرا له؟ الثورة السورية تمر في أخطر مراحلها وسط تحديات كبيرة تواجهها، لا سيما خطر تمديد تمدد التنظيمات الإرهابية. الكلام هنا لرئيس الائتلاف السوري هادي البحرة في تصريحات خاصة للعربية. البحرة شن هجوما على نظام الأسد متهما إياه بالعمل على تسهيل خلق التنظيمات الإرهابية في سوريا لابتزاز المجتمع الدولي واستخدام الإرهاب ذريعة للبقاء في السلطة، مستبعدا أن يطلب المجتمع الدولي من الأسد أي دور من أجل مواجهة خطر داعش الذي تسبب به الأسد نفسه بحسب تعبيره، وهدد معه استقرار المنطقة والعالم. ومعنا من إسطنبول رئيس الائتلاف الوطني السوري السيد هادي البحرة. أهلا بك معنا سيد هادي. أهلا وسهلا. أهلا بك. هل يجوز أن نسأل إذا كانت هذه المرحلة التي شخصكم فيها رئيس الائتلاف فيها تحديات ربما مختلفة أو متغيرة عن التحديات السابقة بالنسبة للثورة السورية؟ بالتأكيد أن هذه المرحلة تعد من أخطر المراحل التي مر بها الائتلاف ولا بل الثورة السورية بشكل كامل. فنحن كما نشهد الآن على الساحة تحديات كبرى تواجهنا، ولا سيما من نحو التمدد للتنظيمات الإرهابية، ولا سيما تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، كما نشهد تحديات تواجه الجيش الحر الذي يلقى مساعدات ضئيلة في ظل مواجهته لخطرين في آن واحد، خطر النظام الذي هو تسبب في الوضع الحالي، وخطر مواجهة هذه التنظيمات الإرهابية التي تلقى الدعم عبر الحدود من العراق بالغنائم التي اكتسبتها من الجيش العراقي نفسه. كما نلحظ أن النظام يدعم بشكل كبير وكامل من قبل الدول الحليفة له مثل إيران وروسيا، بينما المعارضة السورية والجيش الحر يلقى الدعم الشحيح من قبل الدول التي هي من ضمن مجموعة أصدقاء سوريا. طيب سيد البحرة، يعني حضرتك تتحدث عن تنظيم داعش وتمدد التنظيمات الإرهابية أو المتطرفة بشكل أكبر من الفترة الماضية. شاهدنا جميعا كيف المجتمع الدولي اتخذ قرارات في مجلس الأمن تتعلق بمحاربة التنظيم، يطبق هذا في العراق الآن. هناك ضربات جوية أمريكية تحت الفصل السابع طبعا في تجري في العراق. هل تعتقد أن يمكن أن يصل المجتمع الدولي إلى مرحلة يطلب فيها علنا وجهارا من النظام السوري المساعدة في محاربة تنظيم داعش؟ من المنطق أن نقول أنه كيف للمجتمع الدولي أن يطلب المساعدة من النظام السوري الذي هو تسبب في ظهور ظاهرة الإرهاب في المنطقة ككل. هذا النظام يجب أن لا يغيب عن بالنا أنه هو كان المسبب الرئيسي لانتشار الإرهاب. الموضوع يجب أن يعود إلى جذوره، الجذور الأساسية أن الثورة السورية انطلقت ضد نظام مستبد استباح الأرض واستباح الإنسان والبنيان في سوريا، يستخدم البراميل المتفجرة، استخدم الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري، شعبه نفسه هو قاتل بكل ما يملك من وحشية وإجرام، استخدم الميليشيات الطائفية عبر الحدود، استخدم قوات من حزب الله، استخدم قوات من كتائب أبو الفضل العباس وغيرها من العراق ودول أخرى. هذا النظام استخدم نظرية الإرهاب كأحد الوسائل كي يدافع عن بقائه في السلطة، وبالتالي المسبب الرئيسي للوضع الحالي هو هذا النظام الذي يجب أن لا يمكن ولا بأي شكل أن يكون شريكا للقضاء على ما تسبب في وجوده وساعد على تقويته وانتشاره في سوريا وفي باقي دول المنطقة. هو يستخدم تنظيمات بالأساس أسسها في العراق منذ فترة طويلة، يستخدم تنظيمات وشبكات إرهابية انطلق مؤسسيها من سجونه نفسه، من سجن صيد مايا. معظم قادة هذه التنظيمات هي كانت من مساجين موجودون
تحت سلطة النظام في سجونه، أطلق سراحها أثناء الثورة السورية وقامت بتشكيل هذه التنظيمات. فالمسبب الرئيسي هو النظام، ولا يمكن العولة عليه أو الثقة به بأي شكل من الأشكال. هو نظام مستبد أجرم بحق شعبه بالأساس، والآن يستخدم الإرهاب كذريعة لاستمراره وبقائه أو لإعادة تأهيله للانخراط في المجتمع الدولي. لكن إن انساق المجتمع الدولي، وهو لن ينساق بالتأكيد لذلك، يكون تعطي المسبب الرئيسي المزيد من الحياة لكي يستمر في استخدام الابتزاز الإرهابي مقابل الشرعية الدولية والمجتمع الدولي. كيف تفسر إذن سيد هادي البحرة بأنه مؤخرا صار في بوضوح استهداف من قبل قوات النظام لبعض أماكن داعش هنا وهناك، وبعض يعني الأماكن سيطرة داعش، لم يكن كانت هذه مهمة كبيرة على ملقاة على عاتق الجيش الحر، يعني يقوم بها الجيش الحر منذ الأشهر الماضية، ونحن نتحدث عن هذا الصراع بين الجيش الحر وداعش ومحاولة الجيش الحر التقدم على حساب داعش. الآن النظام دخل على الخط. علينا أن ندرس الخارطة العسكرية في سوريا بوضوح ونلحظ التنسيق بين قوات داعش وبين قوات النظام نفسها. فنرى عندما تقدمت قوات داعش إلى مناطق مثل أخترين في ريف حلب وفي المناطق القوس بما فيه اليوم معارك في مارع، نلاحظ أن الطيران النظام الأسدي المجرم في سوريا قد أرسل طيرانه لقصف هذه القرى وهذه التجمعات السكانية تمهيدا لدخول قوات داعش إلى هذه المناطق. هناك تنسيق غير معلن بينهم. الآن كما نعلم الجيش الحر في المناطق المحيطة بأخترين ومارع لطول هذا الخط يقوم بعمل صد لتقدم قوات داعش والعمل على عدم احتلالها للقرى والمناطق في هذه المنطقة، وبنفس الوقت الآن يقوم طيران الأسد نفسه بقصف تجمعات الجيش الحر وتجمعات داعش. لكن لاحظنا سابقا على سبيل المثال في قصف النظام للرقة بأنه قام بقصف أحد المقرات التي تم إخلاءها من داعش قبل القيام بهذه الغارة. بالتالي نحن نعلم كما قلت في السابق أن النظام زرع هذه التنظيمات في سوريا أو سهل لوجودها وتقويتها في سوريا عبر استهدافه في المرحلة السابقة. طول المرحلة السابقة كان يستهدف مواقع الجيش الحر، بينما لا يستهدف هذه المواقع من أجل أن تبقى قوية مواقع داعش، يعني لتزداد قوة لقاء إضعافه لتنظيمات وتشكيلات الجيش الحر. اليوم ما نراه هو إكمال للمسرحية والسيناريو الذي قام به أنتم مدركون لهذا من أجل أن يستثمره لإعادة التأهيل في المستقبل. أيوة، هذه النقطة التي كنت أسأل عنها، يعني هل لديكم قلق أو تخوف من أنه يحصل هناك صفقة من أي نوع تبقي على هذه النظام في مقابل على هذا النظام في مقابل محاربة داعش كتلك التي حصلت بالسكوت على المجزرة الكيماوي وبإلغاء الخطوط الحمر لأوباما مقابل تسليم الكيماوي، وبعدها جاء انتخب الأسد رئيسا دون اعتراض؟ يعني ما يصلنا من معلومات رسمية من قبل غالبية الدول الصديقة للشعب السوري أنه لا يوجد توجه رسمي نحو اتخاذ مثل هذه الإجراءات. سمعنا من مسؤولين في هذه الدول أن معالجة خطر داعش لا يمكن أن يتم فقط عبر في العراق، وإنما يجب أن يتم في العراق وسوريا بنفس الوقت. سمعنا بعض المسؤولين السابقين في الإدارات في إنجلترا وغيرها مما يقولون أن التعامل مع نظام الأسد بات واقعا يجب أن يتجهوا إليه. لكن سمعنا في المقابل تصريحات من المسؤولين الحاليين في هذه الدول أن هذا الخيار غير ممكن حاليا. وكما قلت علينا أن نذكر تاريخ نظام الأسد وتاريخ حكمه منذ الثمانينيات منذ وجوده في لبنان إلى المرحلة الحالية. فنحن نراه دائما يستخدم كرت الإرهاب والتنظيمات الإرهابية في عدة مراحل كأحد الأسلحة الموجودة بيده. وبالتالي إن أخطأ المجتمع الدولي وارتكب مثل هذا الخطأ الآن فهو يضع نفسه رهينة لابتزاز
سياسي وإرهابي في المستقبل سيخضع له بعد سنوات قريبة، وبالتالي لن يحل هذه المشكلة من جذورها. جذور المشكلة أن الأسد هو حاليا الشريك الذي سهل وجود هذه التنظيمات الإرهابية ومكن من تقويتها، وباتت هي الآن حتى الأسد لا يمكن أن يتحكم بها. الشريك المنطقي والطبيعي لحل هذه المشكلة يجب أن نحارب هذا النظام الذي تسبب في وجود هذه التنظيمات الإرهابية، وتسليح وتمكين الجيش الحر من أن يخوض معركته أيضا بوجه هذه التنظيمات التي هي دخيلة على المجتمع السوري بالأساس وبعيدة كل البعد عن أهداف الثورة السورية ذاتها. هل تعتقد أنه ستتم الاستجابة لمثل هذه المطالب، تسليح وتمكين الجيش الحر؟ ما هو الدور الذي تقومون به كائتلاف وطني سوري الآن لمحاولة يعني توضيح أو إيصال هذه الصورة، ربما الحصول على مزيد من الدعم للجيش السوري الحر؟ منذ اللحظات الأولى للتسرع في الأحداث في سوريا وامتداد تنظيم داعش، نحن تواصلنا مع معظم الدول الصديقة لسوريا وشرحنا لها الموقف كما هو على الأرض، ونعلم بأن هذه الدول نفسها لديها معلومات عبر الأقمار الصناعية وغيرها وترى الواقع على الأرض بشكل جيد. ما لاحظناه الآن بعض التحركات الجدية لرفع سوية تسليح الجيش الحر ولتمكينه وتسخيره بشكل مناسب، ونأمل أن يستمر هذا الدعم بشكل مضطرد، ولكن لابد أن يصل إلى مستويات من مستوى الحدث والخطر الحالي الذي يواجهه الشعب السوري على جبهتين: جبهة تتمدد عليها داعش منها إلى باتجاه حلب، وجبهة أخرى النظام نفسه يقوم بمحاولة اختراق حلب نفسها، كما وجود الجيش القوات الإرهابية من داعش وغيرها في مناطق دير الزور والرقة وارتكابها للمجازر بحق السوري. ونحن نعلم أنه في يوم واحد قامت هذه القوات الإرهابية بذبح ما يقارب من 700 مواطن سوري في منطقة دير الزور. نعم. دعنا ننتقل إذا سمحت لموضوع الائتلاف الوطني السوري. كان في حديث عن ضرورة إجراء إصلاحات على الائتلاف من الداخل، وعلى حتى أداء الائتلاف في تواصله مع المجتمع الدولي أو تواصله حتى مع السوريين في الداخل، سواء العسكريين المسلحين أو المدنيين. إلى أين وصلت خططكم؟ ما هو كيف يمكن أن نقدر ونقيم الأفق السياسي للائتلاف في المرحلة الحالية؟ الائتلاف في المرحلة الحالية يملك خطط ويملك استراتيجية واضحة للتعامل مع القضية السورية بشكل كامل، وهي القضية العادلة. نملك خطة لإصلاح الائتلاف نفسه، لقد حددنا الأخطاء التي وجدت في الائتلاف وأعددنا مشروعا متكاملا لتعديل النظام الأساسي للائتلاف، مما يتيح من زيادة الشفافية والرقابة الذاتية ضمن الائتلاف، يتيح تفعيل أعضاء الائتلاف بشكل كامل وانخراطهم بلجان على عدة مستويات، لجان تتعاطى مع الرقابة والمتابعة لأعمال الحكومة المؤقتة، ولجان أخرى تتعاطى مع تنظيم الائتلاف من الداخل، ولجان الأهم التي تتعاطى مع المجتمع السوري بكامل أطيافه، لجان تعتني باللاجئين، ولجان تعتني بالمنشقين، ولجان تتعاطى بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني والنقابات الحرة كنقابات المهندسين والمحامين والأطباء، وإيجاد آلية للتواصل الدائم معهم لإطلاعهم على سياسات الائتلاف ورؤيته، والاستماع منهم أيضا لرؤيتهم ودعوتهم للقيام بحمل عبء من المهام الوطنية الموجودة أمامنا حاليا. كما سيوجد لجان للتواصل مع كل الأحزاب السياسية التي تتوافق معنا وتتوافق مع أهداف الثورة الأساسية في تمكين الشعب من استرداد حقوقه الإنسانية والدستورية. كل هذه التغييرات ستصب في إطار استراتيجية أساسية تعتمد في الأساس على العودة إلى الداخل السوري. علينا نحن كائتلاف وكتنظيمات خادمة للشعب السوري ولثورته أن تتواجد على الأرض السورية في المناطق المحررة. علينا أن نتفاعل ونترابط مع تشكيلات الجيش الحر والتي سيتم تنظيمها وتوحيدها، والتعاطي مع التنظيمات المدنية في هذه المجتمعات
الإمارات لتأمين ما يلزمها لخدمة المناطق المحررة وإعادة تنظيم صفوفنا في الداخل. قوة الائتلاف تكمن في مدى ارتباطه بالداخل السوري وفي مدى تعاطيه وتجاوبه مع الداخل السوري وحاجات الداخل السوري. طيب سيد هادي، ما الذي يمكن برأيك أن يعزز أو يفعل دور هذه اللجان بحيث يصبح عملها نتائجه ملموسة على أرض الواقع بالنسبة للداخل السوري الذي تحدثت عنه كثيرا؟ وهل يمكن لمثل هذه اللجان أن تقوم بعملها دون الحصول على مزيد من الدعم أو على دعم سياسي من الأكبر من المجتمع الدولي بالإضافة للدعم المادي؟ أنت محقة بالتأكيد، المشاريع هناك جزء منها يعتمد علينا أنفسنا، وهذا واجب علينا أن نحققه بغض النظر عن أي دعم سياسي أو دعم دولي، وهو فيما يختص في إعادة تنظيم وتفعيل الائتلاف ورفع مستوى الشفافية فيه. هذا أمر خاص فينا ولا يحتاج لأي موارد أو دعم من أي طرف خارجي، وهي قضية وواجب على الائتلاف أن يحققه. اللجان نفسها هي أمر داخلي بالائتلاف تسعى لتوسيع رقعة التواصل مع المجتمع السوري بشكل كامل والاستماع للانتقادات والاستماع للاقتراحات، وهناك مشاريع لا يستطيع الائتلاف أن ينفذها. سنمد أيدينا إلى النقابات المختصة لتقوم بحمل جزء من هذه الأعباء، لأن هذه التنظيمات وهذه النقابات بالذات قسم كبير منها موجود في الداخل السوري وليس في الخارج السوري، بالتالي هي ستساهم في إعداد دراسات وفي تنفيذ مشاريع. هناك جزء موجود حاليا في الداخل السوري وهو المجالس المحلية التي تقوم بتقديم خدمات محسوسة وفاعلة ضمن الداخل السوري، من تأمين المواد الغذائية إلى تأمين المشاريع الإنتاجية إلى تأسيس المدارس والإشراف عليها. هناك اليوم لدينا الحكومة المؤقتة التي تقوم أيضا بدعم هذه المشاريع في الداخل، وإن كانت هذه الحكومة حاليا على مستوى الوزراء هي خارج سوريا، لكن هناك مديريات تم افتتاحها في الداخل السوري في المحافظات. افتتحت مديريات للصحة، مديريات لمؤسسة المطاحن، بتأدي دورها بشكل جيد هذه المديريات سيد هادي البحرة بشكل ملموس في الداخل السوري. يعني السؤال انه هل الوزارات يشعر السوريون في المناطق المحررة كما تصفونها بتواجد هؤلاء الوزراء وتواجد هذه الخدمات، أم أنه في جزء كبير منها هي ما زالت يعني أمل بالوصول إليه؟ كما قلت، كما تعلمين أن هذه الحكومة كانت هي الحكومة الأولى والتجربة الأولى للثورة في العمل الحكومي، وبالتالي أخذت بعض الوقت لتؤسس هياكلها التنفيذية، والتي أسست بمرحلة أولى في الخارج السوري بالقرب من المناطق الحدودية السورية. المرحلة الثانية التي دخلت فيها هذه الحكومة هي إنشاء مديريات لإدارة هذه الخدمات والإشراف على عملها في الداخل السوري، وهذا تم التقدم به بشكل كبير. الآن بدأ قسم كبير من الشعب السوري يشعر بوجود هذه المديريات، بوجود الخدمات، بتأمين ووضع حلول للمشاكل اليومية، ولعل أهمها هناك عدة مواضيع إغاثية أبسطها، وأهمها هو موضوع تأمين الخبز كسبيل على سبيل المثال، شراء القمح من المزارعين لتشجيعهم على الاستمرار في زراعته، أخذ هذا الطحين إلى مطاحن عائدة للحكومة المؤقتة وطحنها وإعادة توزيعها على المجالس المحلية لتقوم ببيعها إلى المواطنين بسعر يستطيعون الدفع أو تقدم مجانا في بعض المناطق الأخرى. الخدمات الحكومية تتقدم بشكل صحيح، لكن الخطوة القادمة والمطلوبة أن يكون الوجود الرسمي لهذه الحكومة المؤقتة والوجود للائتلاف هو في الداخل السوري، وما يوجد خارج سوريا فقط هو المكتب السياسي والعلاقات الخارجية. يعني الجانب الأهم أو الجناح الأهم اللي دائما بنسأل عن إمكانية أن يستطيع الائتلاف أن يؤمن دعم له هو الجناح العسكري ممثل بالجيش الحر. ما هو الدور الذي تطلعون به الآن كائتلاف سوري في تأمين دعم للجيش الحر في ظل ما ذكرته حضرتك قبل قليل أن التنظيمات الإرهابية أصبح خطرها كتير أكبر من الفترة الماضية في سوريا؟
كما نعلم أن قرار التسليح يبدأ من قبل الأصدقاء بقرار تتخذه المؤسسة السياسية برفع مستويات هذا الدعم أو نوعية هذا الدعم. دورنا ينحصر حاليا في زيادة التواصل مع الدول الصديقة والضغط على هذه الدول الصديقة وتقديم رؤيتنا نحن واستراتيجيتنا نحن أين نرى يجب أن يكون الجيش الحر في المستقبل، كيف من الممكن التكامل الجهود بين الكتائب والألوية والتنظيمات العسكرية في الداخل السوري لتتكامل جهودها معا لتصبح يدا واحدة تعمل وفق خطة ورؤية استراتيجية محددة. الموضوع ينطلق من إقناع هذه الدول بالخطة والاستراتيجية التي وضعناها والانفتاح على كامل هذه الكتائب والتنظيمات العسكرية لكي تثبت للعالم بأنها بإمكانها التكامل فيما بين بعضها البعض والتوحد في جهودها على المستوى الاستراتيجي والتكتيكي. نحن نقوم بإقناع الدول الصديقة بفاعلية هذه الخطة، إقناع هذه الدول بأن القضية السورية الأصل فيها سوري ويجب من يتحكم بها أن يكون سوري، ومن يضع الاستراتيجيات والخطط لحلها يجب أن يكون الشعب السوري. وبالتالي الدول الصديقة وصلت إلى تجربة وإلى مرحلة نحن نرى نتائجها الآن. علينا من تغيير هذا الخط وإعطاء السوريين أنفسهم الدور الأكبر لإدارة أمورهم ووضع استراتيجياتهم وتنفيذ خططهم. نقوم الآن بعمل جاد أدى إلى نتائج نرى بوادرها الآن في مستويات الدعم للجيش الحر للثبات والصمود أمام الهجمة الإرهابية الحالية، ونتطلع إن شاء الله إلى مزيد من الدعم كما ونوعا في القريب العاجل. سيد هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني السوري ضيفي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أهلا بكم معنا من جديد. مواجهة داعش ووضع حد لتمدده ولجم مخاطره التي قد تطال دول المنطقة والعالم أيضا باتت هدفا دوليا معلنا وحاجة ملحة. من أجلها وفي سبيلها قد تتغير الكثير من المواقف والمعطيات وربما الأدوار. فدعوات تسمع هنا وهناك موجهة لنظام الأسد للاستعانة به لمواجهة خطر التنظيم المتفاقم لا سيما في سوريا، والمشاركة في حرب كونية إنجاز التعبير ضد التنظيم من جانب النظام في دمشق ربما تشكل مخرجا أخيرا له. عدم استجابة الأسد لتلك الدعوات والسماح لداعش بمساعدة أطراف إقليمية مثل إيران مثلا، السماح له بالتوسع غربا وشرقا، سيعني بلا شك نقطة تحول مفصلية في تطورات الأحداث التي لن تسمح بها المنظومة الدولية وليس دول المنطقة وحسب. وعليه فإن هذا السيناريو سيترك الباب مفتوحا على كل الخيارات الممكنة لمواجهة داعش وتطرفه. تطرف مقاتلي تنظيم داعش وضع مستقبل المنطقة وربما العالم كله على المحك، وأثار وما زال يثير قلقا متناميا من مخاطر حقيقية عابرة للحدود بل وللقارات بات بالفعل يشكلها التنظيم. وإزاء هذا الواقع المتنامي لداعش ومخاطرها وبعد دخول الولايات المتحدة على خط المواجهة بضربات عسكرية للتنظيم في العراق، فإن الأنظار تتجه إلى سوريا التي يحكم التنظيم سيطرته على رقعة واسعة من ترابها. واشنطن لم تخفي استعدادها للتدخل عسكريا ضد معاقل التنظيم داخل الأراضي السورية كما فعلت في العراق، هذا وسط دعوات لنظام الأسد لأن يكون طرفا في وضع حد لتنامي نفوذ التنظيم في دولته المعلنة من جانب التنظيم فقط بحدود ممتدة من شمال شرق سوريا وصولا لأطراف بغداد. فيما سجلت الأنباء الواردة من ساحات المعارك في سوريا بعض المواجهات بين عناصر التنظيم وقوات الأسد. الدول الغربية قارنت تحذيراتها من خطر داعش بمعونات عسكرية لقوات البيشمركة الكردية والقوات العراقية في مواجهة التنظيم، كما قامت باستصدار قرار من مجلس الأمن يعاقب ممولي التطرف. عربيا، جاء قرار الرياض بدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب ب$100 مليون، كما دعت السعودية لمؤتمر دولي حول الإرهاب أعقبتها باريس بدعوة مماثلة.
وفي السعودية أيضا اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وقطر والإمارات إضافة إلى السعودية، وعلى رأس أعماله الوضع في سوريا وخطر داعش الذي يهدد دول الجوار والمنطقة والعالم أيضا. تحركات أمريكية أيضا لمواجهة داعش تمثلت بإعلان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تحرك في الكونغرس لمناقشة خطة طويلة الأمد بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين لمواجهة التنظيم. وانطلاقا من هذا الواقع يبدو أنه سيتعين على النظام السوري الاختيار بين قتال متطرفي داعش كمخرج أخير ربما للأزمة السورية يقود لمفاوضات سياسية، أو الإبقاء على الوضع الراهن وبالتالي الدخول في مواجهة دولية مفتوحة على كافة الخيارات. خالد عويس، العربية. ولمناقشة هذا الموضوع معنا من عمان السيد محمود الخرابش النائب في البرلمان الأردني، ومن عمان أيضا العميد أسعد عوض الزعبي المحلل العسكري. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيادة العميد أسعد الزعبي. استمعت قبل قليل، إذا كنت استمعت معنا، إلى ما قاله السيد هادي البحر الرئيس الائتلاف الوطني السوري. قال إنه هذا غير منطقي، أن يكون نظام بشار الأسد جزء من هذه الحرب الكونية ضد داعش وضد المتطرفين والإرهابيين. لكن ألا تعتقد بأنه قد يتم اللجوء إلى هذا الخيار أو وضع خيار على الطاولة أمام بشار الأسد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير. لا شك أن ما تحدث به السيد هادي البحر على أنه لا يمكن أن يكون إطلاقا بشار الأسد ونظامه الإرهابي جزء من هذه المنظومة العالمية التي تحاول أو تقاتل الإرهاب، لأنه هو من أتى بالإرهاب وهو زعيم الإرهاب. وبالتالي لو استعرضنا قليلا من جرائم هذا النظام لنقول لهذا العالم كيف لكم أيها المجتمع الدولي أن تقولوا بملء الفيه أنه يجب أن تكونوا مع بشار الأسد أو بشار الأسد جزء من منظومة محاربة الإرهاب. إذا استعرضنا حقيقة عبر التاريخ من قام بتجويع الناس أو قتل الناس جوعا عبر التاريخ، لم تجري إلا مرة واحدة فقط في تاريخ البشرية، عندما قام أهل قريش مشركي قريش الذين لم يكن لهم دين أو عرف أو أخلاق أو إنسانية وحاصروا يعني أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وقتلوهم جوعا. هذه عبر التاريخ لم تنفذ إلا مرة واحدة، والمرة الأخرى من قبل بشار الأسد الذي قتل شعبه جوعا. ومن استخدم الكيماوي الذي لم يستخدم بالعالم ضد الآخرين، فكيف من استخدمه ضد الشعب وقتل به آلاف الأطفال والنساء والكبار والصغار؟ أليس هذا ذلك إرهابا؟ ثم لنستعرض قليلا اليوم وبالأمس وأول أمس، ما زال هذا النظام يستخدم كيماوي. كيف لهذا النظام الذي جرى الإرهاب ووضع على لائحة الإرهاب، وهو أول من أوجد الإرهاب وهو من سبب الإرهاب في هذه المنطقة، خاصة داعش، من أوجدها في العراق عام 2006 ومن جرها إلى سوريا ومن أدخلها السجون ومن ثم من أطلق سراحها في سوريا والعراق، أليس هو نظام بشار الأسد؟ أوليس هو نظام أيضا نظام المالكي؟ كيف يجرؤ هذا العالم الذي اختبأ مع الأسف وراء إصبعه في عملية يعني معالجة الأزمة السورية، والآن يقول أنه يجب على هذا النظام أن يكون جزء من هذه المنظومة؟ لو استعرضنا المسرح العسكري في سوريا، ماذا هو كيف دور النظام بمحاربة داعش؟ ألم يكن النظام قادرا على يعني حماية الفرقة 17؟ بالتأكيد قادر. لا يمكن أن يكون هناك عسكري يقتنع تماما بالمسرحية الهزيلة التي جرت في سوريا من تسليم الفرقة 17 واللواء 93 واليوم مطار الطبقة، وأنا أسوق لذلك عديد من القرائن التي تدل تماما على أن هذا النظام هو من سلم مطار الطبقة وليس قوة داعش التي احتلت المطار. داعش تحاصر هذا المطار منذ أكثر من أسبوع. لم تتلقى داعش أي برميل متفجر، مع العلم أن البرميل كان يدمر أبنية ويقتل. طيب يمكن بشار الأسد لم يتعرض تارك داعش تسرح وتمرح بهذه الطريقة بانتظار طلب دولي منه بأن يكون جزء من هذه الحرب الكونية على الإرهاب، هل تعتقد ذلك؟ وأعطى إشارات يعني عندما قصفت الطائرات بعض المواقع. أختي الكريمة، منذ أن ظهر داعش والنظام يعني أقولها وبصراحة وأيضا وبغصة، أن بشار الأسد وعصابته ما زال يضحك على هذا العالم مع الأسف الشديد. عندما قام بشار جعفري وتحدث بلغة عن إرهاب داعش، ثم قام بعد ذلك المندوب الروسي، ثم إلى آخره، توالت الأحداث وتوالت التصريحات من قبل عصابة بشار الأسد أو من يدعمه من إيران ومن روسيا، والجميع يعرف تماما من هم داعش. داعش هم صفوة الصفوة من القاعدة، صفوة الصفوة الذين
الذين تدربوا على أيدي المخابرات الإيرانية وتدربوا على أيدي المخابرات السورية ودخلوا العراق تحت عدة مسميات وقاموا يقاتلون في العراق، ولم يدخل النظام السوري هؤلاء إلى العراق تحت ذريعة محاربة الأمريكان بقدر ما هو يعني موطئ قدم له في العراق خوفا من عودة نظام صدام حسين إلى الواجهة. هذا الحق، هذه الحقيقة نظام داعش. نظام داعش الآن يجمع مجموعة من القتلة من كل دول العالم، كل منهم لا يجمعهم هؤلاء إلا قضية القتل والإرهاب ضد الناس. إيه علشان هيك أيضا ما بتعرف إنه العالم بدأ يتحرك بعد العراق، بعد احتلال مناطق في العراق من قبل التنظيم وسيطرته عليها، وتحرك أكثر بعد الإعدام اللي شاهدناه للصحفي الأمريكي. وهذه المسألة يعني يفكر البعض بأنها قد تعيد ترتيب الأوراق، يعني مسألة محاربة داعش. سأعود إليك سيادة العميد، جعلني أسأل السيد محمود الخرابش النائب في البرلمان الأردني ضيفي من عمان، بعد أن أرحب بك سيد محمود مرة أخرى. في التصور في العلاقات الدولية، هل يمكن أن تصل الأمور إلى مرحلة الطلب من نظام بشار الأسد مقابل إبقاء نظام بشار الأسد، أو مقابل الدخول في عملية سياسية لاحقا لا أحد يعرف مداها وإلى أين يمكن أن تؤدي، أن يكون جزءا من محاربة تنظيم داعش؟ شكرا سيدتي. الحقيقة يعني ابتداء اسمحي لي أن أشير إلى أن ما يحصل من تطورات في المنطقة قد أوجب على وزراء خارجية دول المنطقة وتحديدا الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات أن يلتقوا في جدة، وهذا اللقاء الحقيقة لبحث تطورات سياسية والبحث عن مخرج سياسي للأزمة السورية بشكل مباشر. وهذا يعني بالتالي أن الخيارات قد تغيرت والأولويات قد أعيد ترتيبها. الحقيقة الآن التمدد الذي حصل من داعش وخطرها ومقاومة الإرهاب والتهديد الأمن الإقليمي لدول المنطقة وإحساس العالم بمسؤوليته تجاه هذا التطرف قد يوجب اللجوء إلى أي حل من الحلول الذي يوقف تقدم داعش ويوقف أيضا تطورها بالمنطقة. داعش لم توجد من فراغ، والأسد كان له دور أيضا والمخابرات الإيرانية في إيجاد داعش، باعتبار كما أشار الأخ الكريم أن داعش هي جزء من القاعدة وهي التنظيم الأساسي الآن أصبحت للقاعدة. بالتالي أنا لا أستبعد الحقيقة، خاصة في ظل بعض التعاون الأمريكي الذي حصل مؤخرا من خلال بعض التعاون الذي مرر بعض المعلومات لنظام الأسد، وقامت الطائرات السورية أيضا بالاشتراك بقصف بعض المقار لداعش. بس لكن هل هذه المعلومات مؤكدة أنه صار في تبادل معلومات استخباراتية؟ بعض الآراء تقول أنه حصل، وآراء أخرى تقول لا، أنه هذه مجرد تسريبات من النظام السوري أو من الصحافة المقربة للنظام السوري للقول بأنه نحن ما زلنا لاعبين مهمين على الأرض في سوريا ويمكن التواصل معنا. يعني على جميع الأحوال، لكن الاحتمال الأقوى والأرجح أن النظام السوري لا يمكن أن يقوم بقصف داعش دون أن يكون هنالك تنسيق ودون أن يكون هنالك معلومات، خاصة أن داعش تنفذ في بداياتها بعض أهداف النظام السوري، لكن بعد أن تمددت داعش وأصبحت تشكل خطرا على المنطقة بأكملها وعلى أمن العالم، وتحديدا بعد إعدام الصحفي الروسي الأمريكي جيمس فولي، فقد تحرك العالم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، والآن هنالك خطر كبير وحقيقي يشعر به العالم وتحديدا دول المنطقة بشكل خاص بضرورة وقف هذا التمدد وضرورة وضع حد لداعش وتطورها، وكما قلت أن هنالك خطر حقيقي يهدد الأمن الإقليمي للمنطقة، وبالتالي لا يمكن أن يتم هذا بمعزل عن دول المنطقة، وقد يتم اللجوء، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أشارت أو أصدرت بعض الإشارات التي تقول بأنها من الممكن أن تشارك بضرب بعض القواعد وبعض المقرات لداعش على الأراضي السورية. وإضافة إلى ذلك أيضا البيت الأبيض أكد هذه التصريحات، ورحبت بعض دول المنطقة تحديدا الأردن والسعودية ومصر بضرورة القيام ببعض الضربات الجوية لمقرات داعش. لكن كما قلت أن استبعاد الائتلاف السوري أيضا عن اجتماع وزراء خارجية دول المنطقة الذي انعقد في جدة ودون أن يكون هنالك أي تواجد للائتلاف السوري المعارض، خاصة أن هذه الدول هي مجموعة مصغرة من أصدقاء سوريا، من مجموعة أصدقاء سوريا التي كانت تتكون من 114 دولة وتم اختصارها بالمجموعة المصغرة التي تتكون من 11 دولة. الآن
لماذا لم يدعى الائتلاف السوري للمشاركة إذا كان لا يزال هنالك نوايا حقيقة للاستمرار بحصار النظام وعدم إشراكه بأي دور إقليمي له في مكافحة الإرهاب؟ طيب. أنا أعتقد أن هنالك تطورات لا تمنع الحقيقة في ظل التطور الحاصل والتقدم الكبير الذي حققه هذا التنظيم، وتحديدا بعد أن أصدرت الإدارة الأمريكية بضرورة مقاومة الإرهاب وضرورة أيضا منع التمويل لهذا التنظيم وضرورة أيضا للحصار لعدم إمداده بالعناصر والمقاتلين الذين يمدون ويمكنون من القيام بدوره وواجبه. وبالتالي هذا لا يمكن أن يجري بمعزل عن النظام السوري مهما قلنا وكيف ما قلنا. خاص صحيح أن النظام السوري هجر 10.5 مليون من السوريين اللي يبلغ عددهم 22.5 مليون داخليا وخارجيا، وصحيح أن النظام السوري قد قتل وقمع، لكن بالنتيجة الآن العالم أمام مكافحة الإرهاب وأمام أيضا التطرف الإرهابي الذي يهدد المنطقة ويهدد أيضا مصالح أمريكا ومصالح الكثير من دول العالم. أيوة، وأنا أعود وأسألك سيادة العميد، هل تستبعد أنت أي نوع من هذا التنسيق أم أنكم تتمنون أن لا يكون واقعا وحقيقة؟ لأنه الدعوات علنا وبشكل واضح أنه إيران تكون جزء من هذه الحرب على تنظيم داعش، وصار في تنسيق مع إيران فيما يتعلق بالعراق وما يتعلق بحكومة نوري المالكي ودعم حيدر العبادي. البعض يرى بأنه هذه نموذج يعني يمكن أن يطبق في سوريا، لكن في نهاية المطاف الكل يتحدث عن أنه الأخير يجب أن يكون مخرج سياسي للأزمة في سوريا بشكل عام. هنا نعود إلى نقطة الصفر ونقطة البداية، أي نوع من المخرج السياسي يمكن أن يقبل به نظام الأسد؟ إذا كان إرهاب داعش يتمثل في قطع الرؤوس، فأول من قطع الرؤوس في سوريا هو حزب الله وميليشيا حزب الله والميليشيا الإيرانية والميليشيا العراقية التي يعني ما زالت تفتك بالشعب السوري وتقتل وتقطع الرؤوس، بل وتحرق الأحياء، مجزرة الصنمين، مجزرة الحولة، مجزرة حلفاية، مجزرة بابا عمر، يعني كل هذه المجازر، آلاف المجازر تكبت في سوريا من قبل عصابة بشار الأسد وكذلك عصابة حسن نصر الله وعصابة الخامنئي. كل هؤلاء ما زالوا يقتلون في سوريا، يقتلون بنفس الطريقة التي تقتل بها داعش، يضاف إلى هذه الطريقة أيضا استخدام الكيميائي والبراميل المتفجرة والصواريخ وكل أنواع القتل. وقبل أسبوع تماما عرضت في الكونغرس أكثر من 50,000 صورة لمعتقلين قتلوا في سجون سورية من قبل بشار الأسد وعصابته. أليس ذلك إرهابا؟ كان حريبي هذا المجتمع الدولي الذي فقد إنسانيته. إيه؟ ألا يسح فقط أنا معك سيادة العميد، الوضع في سوريا أن ينتبه إلى آلاف القتلى. معك أنا، الوضع في سوريا كان متابع وكان دائما في ملاحظة عن قريب لهذا التقاعس الدولي في حماية الشعب السوري، لكن اللي حصل الآن أو اللي بيحصل الآن وبتم عنه الحديث الآن هو التمدد الداعشي باتجاهات مختلفة والحديث عن خطر على المنطقة كلها أو على الإقليم كله بشكل عام. من هنا يعني تصرف المجتمع الدولي بيكون مختلف. لماذا لم ينتبه المجتمع الدولي لتمدد داعش عندما أقدم الجيش الحر على طرد داعش من ريف حلب الشرقي والشمالي وريف إدلب وكذلك من ريف دير الزور، حتى دخلت داعش إلى العراق وأخذت ما أخذت من الأسلحة من 4 فرق عراقية عن طريق تواطؤ المالكي وكذلك عادت إلى سوريا بقوة عسكرية كبيرة جدا؟ لماذا لم ينتبه العالم آنذاك إلى هذا التمدد الداعشي؟ لماذا لم ينتبه العالم الآن إلى تمدد داعش باتجاه الحدود التركية الشمالية؟ ولم تلتفت داعش تماما إلى أنها تبعد عن النظام حوالي 10 كيلومتر. بالأمس دخلت داعش إلى مناطق 70 كيلومتر قطعت لتصل إلى مارع، ولن تقطع 10 كيلومتر لتصل إلى مطار رسم العبود. هذا يدل تماما أن هذا النظام هو جزء من هذه المنظومة الإرهابية. إذا كان العالم جادا في محاربة الإرهاب فعليه أن يحارب أساس الإرهاب. أساس الإرهاب هو الاستبداد المالكي والاستبداد الأسدي من أيام حافظ الأسد إلى أيام بشار الأسد. هذا هو الحقيقة محاربة الإرهاب، وليست فقط محاربة الإرهاب قتل جزء من هذا الإرهاب المتمثل بداعش. من المفترض محاربة بشار الأسد أولا ومن يضم يقع في عصابته وكذلك المالكي ومن يقع في تحت عصابته، ثم أيضا محاربة داعش. نحن لا نقول أن داعش يجب أن تبقى بعيدا، بالعكس تماما يجب أن تكون أولويات هذا العالم الدفاع ضد الإرهاب ومحاربة الإرهاب على أولوية داعش والنظام السوري والنظام العراقي. هذا من المفترض أن يكون، ونحن لا نستغرب أختي الكريمة تماما أن يمد الأمريكان يده إلى هذا النظام، مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ عامين قد نفت اعترافها بالنظام السوري وصرحت أنه فاقد الشرعية ولا يحق له أن يكون في سوريا أو في سدة الحكم. الآن هل يعقل أن تقوم الولايات المتحدة بمد يدها إلى هذا النظام أو أحد من هذا العالم؟
نحن لا نستغرب ذلك طالما أن هذا العالم فقد السياسة بصير كل شيء تعرف سيادة العميد بالسياسة بصير كل شيء وبالتحالفات بصير كل شيء لكن سأسأل السيد محمود خرابشة خلينا نتذكر معا خطاب أوباما الأخير اللي كان يعني الكلمة التي قالها بعد عملية القتل التي حصلت للصحفي جيمس فولي عندما قال بوضوح أنه نظام أنه السوريين لا يستحقوا أن يعيشوا بين إما دكتاتور أو إرهاب. البعض قرأ هذا إشارة على أن الموقف الأمريكي لم يتغير، ما زال نظام بشار الأسد بالنسبة له نظام دكتاتور، وهذا لا يتعارض مع فكرة محاربة الإرهاب، محاربة داعش. بدأ من العراق، ربما نصل في مرحلة ما إلى سوريا، لكن العراق وضعها مختلف بالنسبة للأمريكان، بتعرف الحكي. سيد خرابشة هل تسمعني؟ لا الحقيقة لو سمحت عيدي لأني ما سمعت الصوت. طيب أنا بسأل إنه عم نحكي عن إمكانية إنه يحصل تنسيق وتعاون ما بين أمريكا ونظام بشار الأسد. الخطاب الأخير، الكلمة الأخيرة لأوباما بعد مقتل جيمس فولي بهذه الطريقة، قال بوضوح وصراحة إنه الشعب السوري لا يستحق أن يعيش بين خيارين فقط اللي هم إما دكتاتور أو تنظيمات إرهابية أو إرهابيين. يعني هذا البعض يعني قرأوا على إنه ما زالت أمريكا عن نفس الموقف. يا ستي يعني مع كل الاحترام لحضرتك يعني هذه تصريحات إعلامية. النظام الأمريكي لم يعمل أي شيء من أجل السوريين، والنظام الأمريكي لم يمد يده حقيقة للسوريين إلا إعلاميا ودون أن يكون هنالك أي عمل حقيقي. النظام أو الولايات المتحدة الأمريكية عندما شعرت بخطر داعش في العراق قامت فورا بضربات جوية، على الأقل أوقفت تقدم هذا التنظيم. لكن فيما يتعلق بنظام الأسد، إذا حظر جوي ما لم يكن هنالك بالإمكان، ولم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية أو تضغط بشكل جدي لكي يكون هنالك حظر جوي أو يكون هنالك ممرات آمنة أو على الأقل أن تحمي الشعب السوري. هذه تصريحات إعلامية والحقيقة مجرد استعداد الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بضربات جوية على التنظيم داخل الأراضي السورية يعني التراجع في موقفها. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا الدول العربية التي اجتمعت الحقيقة والتي كان معلن أنها تبحث عن إطار سياسي لحل الأزمة السورية دون أن تشير إلى طبيعة هذا الإطار السياسي وإلى ماهية ومكون هذا الإطار السياسي، ولم تستبعد أي حل من الحلول. الأمر الذي كان مطروحا أن هناك محاولة للبحث عن مخرج سياسي للأزمة السورية، وهناك أيضا بحث عن آلية لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن الإقليمي للمنطقة. ولما نحكي عن مخرج سياسي للأزمة السورية أمريكا أيضا ستسعى. سيد محمود يعني كانت جنيف 1 وجنيف 2 والبعثات الدولية اللي صارت على سوريا كلها بتبحث عن مخرج سياسي، وكان حسب المعارضة السورية رفض من قبل النظام السوري لأي مشاركة في العملية السياسية، والعكس قالوا طبعا النظام السوري. عن أي مخرج تبحث هذه الدول؟ ما هو المخرج المرضي الأطراف الذي سيؤدي إلى محاربة داعش؟ يعني دعينا نتكلم بصراحة أنه بعد إعلان الخلافة تغيرت كثير من المواقف، وأصبح هنالك إحساس بخطورة هذا التنظيم، وأصبح هنالك أيضا جدية بالوقوف بوجه هذا التنظيم. هذا التنظيم لم يكن وليد يوم وليلة، ولم يتمكن هذا التنظيم لولا وجود قوى إقليمية ودولية داعمة لهذا التنظيم وتقدم له كل التسهيلات والخدمات التي تمكنه من تحقيق أهدافه. الحقيقة تنظيم داعش لم يكن وليد الصدفة ولا يستطيع أن يحتل أراضي دولتين، خاصة فيما يتعلق بالجزء الشمالي اللي تم احتلاله من أراضي العراق وأضافه إلى ما يحتله من الأراضي السورية. بالتالي هنالك جهات دولية وأقليمية داعمة لهذا التنظيم وتمده بكل ما يلزم من عناصر القوة، سواء كان على مستوى السلاح أو المال أو أيضا على مستوى المقاتلين، وخاصة أن هذا التنظيم يتمتع بميزانية كبيرة جدا ويستطيع أن يحقق أهدافه من خلال هذا المال. لذلك بالنتيجة كما أشرت حضرتك من خلال البرنامج أن وجود إيران والسعي لأن تكون إيران أحد الأدوات الأساسية والرئيسية في الحرب على الإرهاب لا يمكن أن يخرج النظام السوري خارج إطار هذه الحلقة، باعتبار أيضا أننا نعلم أن النظام الإيراني كان أحد الداعمين الأساسيين والرئيسيين، وكان هنالك مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني على الأراضي السورية لدعم نظام بشار الأسد، وأيضا هنالك مقاتلين من حزب الله. بالتالي كيف نستبعد
أو كيف لا نتوقع في ظل التطورات التي حصلت وفي ظل آخر فترة خاصة بعد أن تمدد النظام كما قلت وأعلن الخلافة ألا يكون هنالك السعي بكل الوسائل والسبل لوضع حد لتمدد هذا التنظيم ووقف خطر هذا التنظيم الإرهابي، وخاصة أن دول المنطقة بأكملها تعاني من اختلال أمنها الإقليمي، ومصلحة أمريكا أن تحافظ على أمن هذه الدول سواء كان لبنان أو الأردن أو السعودية أو مصر أو الإمارات العربية المتحدة أو قطر أو كل دول المنطقة. بالتالي أنا الحقيقة لا أستبعد أن يكون أحد الخيارات الأساسية والرئيسية هو تراجع الموقف الأمريكي، ليس تراجعا واضحا لكن بما يهيئ من تعاون نظام بشار الأسد مع هذا مع الإدارة الأمريكية في سبيل توجيه ضربات النظام السوري في سبيل توجيه ضربات جوية من قبل الإدارة الأمريكية. أيوة واضح سيد محمود الخرابشة، واضح ما تفضلت به. سامحني انتهى وقت بانوراما، شكرا جزيلا لك على المشاركة. العميد أسعد عوض الزعبي شكرا جزيلا لك على المشاركة. إلى هنا انتهت حلقة بانوراما، تحية لكم وإلى اللقاء.